الأخوة الثلاث، الكبير كان له مال كثير وليس عنده إلا بنت واحدة، والأوسط عنده وسط من المال وله ولد واحد، والصغير فقير ليس عنده شيء وله ولد واحد، ليس عنده من المال إلا بقرة وهذا الولد الوحيد. مات الأخ الصغير وترك الولد وترك له من الدنيا بقرة وترك زوجته أم هذا الولد، فكان هذا الولد وابن عمه يتنافسان على ابنة عمهم الغني الذي ليس له ولد ذكر. ذلك الأوسط تقدم إلى عمه وخطب قبل هذا اليتيم فزوجه العم، وبقي اليتيم يريد الزواج وليس عنده مال إلا تلك البقرة، وأمه تقول يا بني اترك هذه البقرة لأنها تذكرني بأبيك، فكان يرعاها ويعود بها ولا يبيعها. تزوج ابن عمه بابنة العم وكان لها حظ من المال من أبيها، وجاء الشيطان لزوجها قال له ما بينك وبين أن تكون أغنى بني إسرائيل إلا أن تقتل عمك، فإذا قتلته جمعت ماله على مالك وتكون أغنى أصحابك. قام من الليل فقتل عمه وحمله ليلا ورماه على جهة قوم براء، ولما كان الغد الصباح أخذ ينادي من قتل عمي من قتل عمي، وتجمع الناس عليه. قالوا ليس لنا إلا أن نذهب إلى موسى لأنه يتكلم مع الله فيخبرنا عن من قتل عمك. ذهبوا إلى موسى وقالوا يا موسى أخبرنا الساعة من قتل هذا القتيل، وقد حملوه إلى موسى عليه السلام. فقال موسى يا ربي بنو إسرائيل يسألون عن من قتل هذا القتيل فأخبرهم. فقال الله لموسى يا موسى قل لبني إسرائيل أن يتقربوا إلي بذبح بقرة فإذا ذبحوها أخبرتهم. فقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عندها استهزأوا بموسى قالوا وتتخذنا هزوا، يعني نسألك عمن قتل هذا القتيل فتقول لن نذبح بقرة. فقال الله موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا إذا كنت صادق فاسأل ربك أن يصف لنا البقرة، ما هي البقرة؟ طيب البقرة معروف، فلو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لأغنت، ولكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، الفارض العجوز والبكر الصغيرة، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، يعني وسط، لا هي بالكبيرة العجوز ولا هي بالصغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فوجدوا البقر بهذه الصفة كثيرة، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. دعنا من السن، عرفنا أن سنها وسط لكن لونها الخارجي ما هو، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا يعني لما ذهبوا إلى البقر فوجدوا كثير البقر الأصفر بهذه الصفة، لو أخذوا أي بقرة صفراء فاقع لونها لكفت ولأغنت. قالوا يا موسى إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني أعطينا آخر بيان. البقر الأصفر كثير بهذه الصفة، فجاء آخر وصف قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق،
إذن كم صفة لهذه البقرة؟ نعد الآن صفات البقرة فقط، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، صفراء، فاقع لونها، تسر الناظرين، لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. 11 صفة، 11 صفة لهذه البقرة. بعد هذه الصفات ال 11 قالوا الآن جئت بالحق، يعني كل ما كنت تقول من قبل كذب والآن جئت بالحق. عرفوا البقرة. أتدرون هذه البقرة التي وصفها الله عز وجل لموسى هي بقرة من؟ هي بقرة ذلك الشاب الذي مات أبوه يتيما وبر بوالدته ولم يبع البقرة وترك البنت يتزوجها ابن عمه الذي قتل. وصف الله هذه البقرة. فجاء بنو إسرائيل لهذا الغلام يريدون منه شراء البقرة، قال لا أبيعها لكم حتى أستأذن من أمي. رجع إلى أمه، قالت له يا بني لا تبعها لهم إلا بوزنها ذهبا. قالوا كيف؟ فقال لهم موسى عليه السلام ألم يأخذ الله منكم الميثاق ورفع فوقكم الطور أن أوامره تنفذ؟ قالوا بلى. فاشتروها بوزنها ذهبا، فكان ذلك الغلام الذي هو فقير ويتيم بسبب بره بأمه أصبح أغنى بني إسرائيل. باع لهم البقرة بوزنها ذهبا وذبحوها. قال تعالى وما كادوا يفعلون. وأخذ موسى بعضا من البقرة فضرب به الميت، وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ضربه ببعض البقرة فقام حيا بإذن الله، فقال قتلني ابن أخي وزوج ابنتي ليأخذ مالي إلى ماله. فلما تكلم بذلك أمام بني إسرائيل وكان هذا الرجل القاتل هو الذي يصيح من قتل ابن عمي، من قتل عمي، فقام بنو إسرائيل إليه فقتلوه. فتيتم فتأم يعني ترملت زوجته، أصبحت أرملة، وتقدم لها بنو إسرائيل فقالت لا أريد إلا ابن عمي صاحب البقرة الذي باعها. فأعطاه الله البنت ومال أبيها كله ومال بني إسرائيل الذي اشتروا منه البقرة، وأصبح بارا بوالدته ومتزوج ابنة عمه وأكثر أصحابه مالا. فانظر كيف يفعل البر بأهله وكيف يفعل العقوق بأهله. جعلنا الله وإياكم من البارين ووفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.